تتعدد الكتابات الأدبية للأطفال بمختلف أشكال وأنواع وفئات منجزاتها الإبداعية، فمن خلالها يكتسب الطفل المهارات الحياتية والتعلم والتفكير والنقد الإبداعي وكيفية التعامل وحل المشكلات وتحقيق المتعة والسرور. لذا تظل دوماً مبحثاً متجدداً هاماً في أدب الطفل وثقافته بتوجهاته العلمية الحديثة. الكتابة للأطفال هي كيمياء البهجة المدهشة، والكلمة زي ما هي التركيبة بتاعتها باينة، بهجة يعني سعادة وإمتاع ورحلات من الفرح، ومدهشة يعني تفكير وقدرة على إثارة الأفكار الجديدة والمعارف المنوعة. دايما بيتكلموا عن الأدبيات الكتابة للأطفال باعتبارها فن من فنون الأدب، فيها الشخوص والتطور الحدث، كل هذه الآليات اللي خاصة بفنون الأدب هي مواضيع معيارية مش بالضرورة تصدق على كل أنواع الأدب أو الكتابة. الكتابة للأطفال محتاجة في الأول وفي الآخر حب شديد ومعرفة عظيمة وفلسفة عميقة، لأن الطفل اللي احنا بنقدم له النص بتاعنا أو بنكتب له النص بتاعنا الحقيقة محتاج مننا كتير، محتاج مننا معلومات هو تنقصه، محتاج مننا مفاهيم هو محتاجها، محتاج مننا ان احنا نكون على قدر ما يمتلك من خيال جامح وكبير جدا واستيعاب واسع للدنيا وقدرة على الاستيعاب. الكتابة الأدبية للطفل تقتضي أن يتمكن الكاتب من الاطلاع على علم نفس الطفولة وعلم الاجتماع والبحث والتقصي في طرحه المقدم، وتملكه لأدواته وقدراته وملكاته التقنية الكتابية بمساحاته الإنسانية السوية. كلنا عارفين دلوقتي في ظل العلم الحديث ان الانسان بيغلق وعنده 100 مليار خلية عصبية قابلة لاستقبال كل المعرفة الممكنة. احساسنا او تصوراتنا ان الاطفال اقل قدرة على الاستيعاب او انهم محتاجين لغة خاصة وكتابة خاصة وافكار خاصة هو احساس يعني غير صادق، اسمحي لي اقول انه غير صادق، لان هم يقدروا يستوعبوا كل شيء من اول القضايا اللي احنا بنخاف منها في ادبنا العربي نتكلم عنها، زي مثلا قضية الموت والغياب والغيبيات كلها، كل القضايا الفلسفية العظيمة الخاصة بالوجود والماورائيات، كل هذه الاشياء الاطفال قادرين على استيعابها، زي قضايا العلمية الاكثر عمقا زي فلسفة الطاقة وفلسفة الحركة، الفيزياء، فيزياء الكون، هم بالعكس هم عندهم شغف شديد جدا وقدرة على الاستيعاب. المشكلة هل الكاتب لديه هذه القدرة على تقديم هذه المواد بالشكل المناسب للفئة العمرية اللي بتكلم عنها؟ الكتابة الأدبية الإبداعية للطفل حق من حقوق أبنائنا في التعلم والثقافة والفن، وعنصرا هاما يسهم في بناء أو هدم شخصية أجيالنا المستقبلية.